أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان فتى الغابة، وهي من القصص الخيالية المعبرة والمشوقة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. في أقصى شمال البلاد كانت توجد قديما غابة ضخمة وكثيفة جدا، وفي بعض النواحي كانت النباتات كثيفة إلى حد أنه حتى في أيام الصيف الأكثر سطوعا لم يكن يصل أي شعاع من الشمس مطلقا إلى طبقة الطحالب التي كانت تغطي أرض الغابة. وفي وسط الغابة كانت تنبسط أرض مقطوعة الأشجار، عاشت فيها قرية كاملة تتألف من 12 عائلة، وكان لدى راعي هذه القرية وزوجته 6 من الصبيان، كانوا جميعا أصحاب الشعر الأشقر، ولكن كان شعر أصغرهم كان له بالضبط لون الذهب وبريقه، إلى حد أن والديه أطلقا عليه دورية أي الفتى الذهبي، وكان طفلا أضخم وأمتن من إخوته، وكانت عيناه الزرقاوان على قدر مدهش من الصفاء. وحتى يزيد تميزه عن إخوته فقد كان له قلب ناصع البياض يعطف على الآخرين ويساعدهم بكل شيء حتى وإن كان على حساب راحته. لقد كان متألقا في كل القرية، لذلك أحبه الجميع لحسن أخلاقه وخير طباعه. ولقد اعتاد الإخوة مع دورية أن يذهبوا إلى الغابة ويجمعوا الأغصان اليابسة التي كانت تستعمل في البيت للموقد وتحضير الطعام. وفي إحدى الليالي رأى الفتى حلما عجيبا في منامه، وهو يمشي بين جمع غفير من الناس وهم يصرخون ويهللون من حوله، والجميع ينحني له تبجيلا واحتراما، ولكنه لم يكن يسمع أيا من الأصوات في الحلم، لذلك لم يعرف تفسيرا لهذا الحلم العجيب، وأسر هذا الحلم في نفسه ولم يخبر أحدا به. وفي يوم سمع الفتى من أبيه عن رجل حكيم يسكن في طرف البلدة وحيدا لا يراه الناس إلا قليلا، لأنه كان منقطعا في عبادته ويتخذ الخلوة ملاذا لحياته. فسر الفتى لسماعه عن هذا الرجل، وعندما اجتمع الأخوة لجمع الحطب ذهب دورية باتجاه هذا الرجل، ومن بعيد شاهد كوخا صغيرا بين الأشجار فتقدم والخوف يسكن قلبه. دق على الباب فسمع صوتا خافتا يطلب منه الدخول، فدخل صاحبنا وقد كان الكوخ مظلما إلا من ضوء باهت خرج من شمعة صغيرة، فقال له الرجل ادخل يا بني ولا تخف. وما إن أراد دورية التحدث والكلام أردف الرجل يقول له لقد جئت تسأل عن الحلم الذي رأيت. وكم كانت دهشة دورية لهذا الأمر، فقال له والشوق في عينيه لمعرفة تفسير هذا الحلم وكيف عرفت ذلك يا سيدي؟ فقال الحكيم لا تسألني كيف عرفت، ولكني كل ما أستطيع أن أقوله لك، إن المستقبل يحمل لك حياة سعيدة لم تحلم بها قط، وذلك لأنك تحمل بين أضلاعك قلب من ذهب وفي رأسك الحكمة والفطنة. فقال الفتى ولكن لما لم أسمع أي صوت في الحلم ولم أعرف ماذا كان يقول الناس من حولي، وخاصة أن المكان الذي رأيت لم أره بعيني بتاتا حيث كان بجانبي الكثير من الماء. فقال الرجل إنه البحر يا ولدي. فدهش الفتى أكثر وقال لم أرى البحر من قبل وهذا غريب. عندها صمت الرجل هنيهة ثم قال ستراه يا بني وسيكون مصدر سعادتك،
ولم يضف الحكيم شيئا مما زاد فضول دورية. فقال له الفتى: وكيف سأرى البحر وأنا هنا في الغابة؟ لكن الرجل صمت ولم ينبس ببنت شفا. عندها عرف دورية أن اللقاء قد انتهى وإنه لن يحصل على أكثر من ذلك. شكر الفتى الرجل الحكيم وخرج وهو في حيرة أكبر من السابق، وعاد إلى بيته وقد جمع القليل من الحطب. كم كان يريد أن يشارك عائلته بهذا الحديث، إلا أنه خاف من ردة فعل إخوته ووالديه وخوفا من سخريتهم. ومضت الكثير من الأيام والفتى تعصف في رأسه الأفكار دون انقطاع، وكان مشهد البحر يلاحقه أينما كان، وقد صار منطويا على نفسه لا يحادث الناس كما كان يفعل، فقد كان يمشي وكأن الهم قد سيطر عليه والحزن استوطن قلبه. وفي يوم وكالمعتاد خرج دورية مع إخوته لجمع الحطب، وعندما اقترب من شجرة بلوط قديمة رأى امرأة عجوزا تجلس تحتها، فحياها واستغرب من وجودها، فهذه المرة الأولى التي يراها هناك، وقد كانت في هيئة غريبة وملابس مميزة لم يرى مثلها في حياته. اقترب منها وحياها، فطلبت منه القليل من الماء، فجرى إلى النهر القريب وأحضر الماء، فشربت العجوز وقالت له: ما أطيب قلبك أيها الفتى، سيكون لك مستقبل مشرق وحياة سعيدة لم تحلم بها قط. فدهش الفتى من كلامها، وخاصة أنه سمع هذا الكلام من الرجل الحكيم، وفي نفس الوقت سمع صوتا غريبا خلفه، فاستدار ليرى مصدر الصوت، إلا أنه وبنفس اللحظة اختفت العجوز وكأن الأرض قد ابتلعتها. بحث عنها كثيرا لتفسر له ما قالت، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وعبثا حاول بإيجادها، وأصبح الفتى مهموما أكثر من ذي قبل. فقرر العودة إلى أهله مع الحطب، وعند عودته رأى طائرا جميلا يصدح بصوت جميل، فلحق به في الغابة لشدة جمال ريشه وصوته. وبعد فترة من الزمن وجد الفتى نفسه وقد توغل في الغابة ولم يدري سبيل العودة، ولأنه كان شديد الكبرياء فإنه لم يرد أن ينادي على إخوته، وذلك خوفا من أن يضحكوا عليه ويسخروا منه، وكان مقتنعا بأنه سوف ينجح في العودة إلى الأرض المقطوعة الأشجار في الغابة. ومع هذا واصل الفتى بسرعة إلى الجانب الأكثر كثافة في الغابة، وعندما لم يعد يرى الشمس صار عاجزا عن تحديد اتجاهه، وكان أبوه قد أوضح له جيدا أن طحالب الأشجار توجد دائما على الجانب الشمالي من جذوعها، ولكنه عندما فكر في الأمر دون أن يأخذ ذلك في الاعتبار كان قد دار بالفعل حول الأرض المقطوعة الأشجار في الغابة الكبيرة متقدما نحو الشرق، حيث أدار ظهره إلى قريته. لقد ضاع الفتى ولم يجد سبيلا للعودة. عندها نادى بأعلى صوته على إخوته لكن دون جدوى، فلم يكن يسمع إلا صدى صوته يملأ المكان. سار بشجاعة دون أن يشعر في الخوف والقلق إلى أن جن الليل وأرخى سدوله، ثم رقد في جوف شجرة كبيرة وقد نال منه التعب والعناء واستسلم للنوم في الحال، وقد كان المكان ساكنا وكأنه مهجور. وعندها رأى الحلم مرة أخرى بكل تفاصيله، إلا أن هذه المرة كان في نهاية الحشود رجل عجوز يلوح له ويحثه على الخطى إلى الأمام. وما إن وصل الفتى إلى نهاية الحشود والتقى بالرجل العجوز ضاحكا له حتى استيقظ من نومه، لقد كان ريقه جافا تماما والبرد يلسعه في قدميه. عندها لم يجد بد من الاستمرار في المسير، ومنذ الأضواء الأولى استأنف سيره دون أن يضطرب، لأنه كان فتى لا يعرف الخوف، وكان ذكيا جدا بما يكفي ليفهم أنه قد تجاوز الأرض المقطوعة الأشجار منذ وقت طويل، ولكنه كان يعلم أنه في الاستمرار دائما في نفس الاتجاه سيخرج بالطبع من الغابة، وهناك قد يلتقي بأحد يساعده.
وبالنسبة له هو الذي يعرف كيف يتغذى على الجذور والفاكهة البرية، كانت هذه الرحلة مغامرة رائعة. وقد فكر قليلا في الألم الذي لابد من أن يعانيه والداه وإخوته، إلا أنه تصور خصوصا كم ستكون الفرحة عند عودته. وكان يقول لنفسه أيضا أن الناس سوف يندهشون كثيرا إنه لم يكن خائفا. وفي صباح اليوم الرابع، بينما كان يسير منذ ساعة كاملة، لاحظ أن الغابة أخذت المسافة تنفرج بين أشجارها، وكان الجو يحمل في طياته روائح مجهولة لم يشمها من قبل، وأخذ يصل إليه صوت لم يكن صوت هبوب الريح على الأشجار كما هي العادة، لكنه سار بخطوات ثابتة وسريعة، وكان يلهث بشدة عندما وصل إلى شاطئ البحر. وصل إلى شاطئ صخري، كانت الأمواج تجلده وسط تطاير للزبد المتلألئ. يا لهول ما رأى! الفتى الذي لم يرى البحر مطلقا من قبل، بقي وقتا طويلا يتأمل هذا المشهد ويرنو إلى الأفق وهو لا يصدق ما يرى. ولكنه تذكر كلام الرجل الحكيم عندما أخبره عن البحر، ذلك المكان المليء بالماء. لقد كان المنظر ساحرا إلى أبعد الحدود. وبعد فترة ليست بقليلة، انطلق يسير بمحاذاة الشاطئ والماء يدغدغ رجليه، واستمر على ذلك حتى رأى من بعيد صيادا يجلس بجانب صخرة، فتوجه إليه وحياه. فضحك الصياد وقال له: وصلت أخيرا يا دورية، سيكون لك شأن عظيم هنا في البحر، استمر حتى ترى قرية الصيادين. وأشار الصياد بإصبعه، وعندما نظر دورية للاتجاه وأراد أن يسأل الرجل ليفسر له ما قال، إلا أن الصياد تبخر كالدخان ولم يجده دورية، واستمر بالاتجاه الذي أشار إليه الصياد، فرأى أكواخا قريبة من شاطئ البحر، وقد كانت قرية صغيرة لصيادي السمك. وعندما وصل إلى أقرب كوخ وجد فيه رجلا كبيرا في السن، وقد استغرب الرجل من هيئته وشكله، حيث كانت ملابسه توضح بشكل جلي بأنه ليس من القرية ولا يرتدي مثل الصيادين. فاستقبله الصياد العجوز أبو صابر وقدم له الطعام والشراب، وبعد ذلك أخبره دورية الفتى عما حدث معه، وأنه ضاع في طريقه، وأنه من سكان القرية في وسط الغابة في منطقة الأشجار المقطوعة، إلا أن الرجل لم يسمع بها من قبل، ولكن وعده بأن يساعده بالعودة إلى بلدته. وسأل الصياد من كان في القرية عن الأرض المقطوعة الأشجار، إلا أن أحدا لم يسمع بها أو يراها، ولكن قال حكيم القرية أنه قد أخبره أجداده عن فتى يأتي من الغابة في يوم من الأيام وسيكون له شأن عظيم. لقد كانت الدهشة في عيني الفتى وعلى وجهه، وقال في نفسه: ما هو هذا الشأن العظيم؟ لكن الصمت قد قطعه صوت الصياد العجوز ويقول: يا بني، عش معنا في القرية آمنا وستكون مثل ابني. ولكن وجه الرجل الحكيم لم يفارق مخيلة الفتى، لأنه نفس الوجه الذي رآه في الحلم ويشير إليه في التقدم. ولكن ماذا عساه أن يفعل لفك كل هذه الرموز والصور؟ لا أحد يدري. أراد أن يقترب من الرجل الحكيم ويخبره بكل شيء، إلا أنه خاف على حياته وهو لا يعرف هؤلاء الصيادين، وهي المرة الأولى التي يلتقي بهم. وفي النهاية وافق الفتى على العيش في القرية حتى يساعدوه بالعودة إلى بلدته التي طالما اشتاق إليها كثيرا، واستقر مع الرجل الصياد الذي وجده وسكن معه في كوخه. وكان الرجل يعامله معاملة ابنه وقد عاش وحيدا بعد أن فقد ولديه في البحر الكبير. ومكث الفتى عدة أيام في القرية، والجميع فرحين به، وكل منهم يقدم له المساعدة والطعام والشراب. وبعد أسبوع طلب الصياد من الفتى أن يرافقه إلى البحر ويجرب حظه في الصيد، وكان الفتى مضطربا من هذا الكلام،
وخاصة أنه المرة الأولى التي يرى بها البحر، ولم يركب المراكب بتاتا، ولكنه وافق على طلب الصياد. وعند مطلع الفجر أخذ الصياد العدة والشباك وأيقظ الفتى ونقلا كل ما يحتاجانه إلى القارب القريب من الكوخ. لقد كان أبو صابر صيادا ماهرا عرفه أهل القرية بخبرته الواسعة على مدار السنين. ركب الفتى مع الصياد وبدأ القارب يبتعد شيئا فشيئا عن الشاطئ، وكانت الأمواج تلهو به وكأنه لعبة في يد طفل. إنها المرة الأولى التي يخاف بها هذا الفتى، إلا أنه تمالك نفسه واصطنع ابتسامة على وجهه كلما نظر إليه أبو صابر. نظر الفتى من حوله فرأى قوارب كثيرة بمحاذاة قارب العم أبي صابر، فتوقفوا عن التجديف جميعا بعد أن قطعوا مسافة طويلة لا يرى من خلالها الأكواخ إلا أجساما صغيرة وكأنها النمل. وقف العم أبو صابر ورمى بشباك الصيد، وهكذا فعل الآخرون. وبعد مدة من الزمن كان الصيادون يسحبون شباكهم وقد علقت بها بعض الأسماك. لقد كان دوريا مندهشا لما يحصل، وهذه المرة الأولى التي يرى بها كيف يصطاد السمك. وفي نهاية اليوم عاد الصيادون وكل منهم يحمل قوت يومه، وكان ما فاض من الصيد يباع على الشاطئ عند عودة الصيادين، وقد جاء أهل القرية كالعادة لشراء الأسماك. وقد استمر الحال مع هذا الفتى عدة أيام، ولكنه طلب من أبي صابر أن يساعده إلى العودة إلى البيت، فوعده الصياد بذلك بعد أن يسأل حكيم القرية، لأن الصيادين ما كانوا يجرؤون على عمل أي شيء دون مشورته. وفي اليوم التالي صاحب الفتى أبا صابر، وكما في المرات السابقة كان يكتفي بالنظر دون أن يقوم بالمساعدة، لأنه لا دراية له بالأمر. عندها قال له أبو صابر: لا تقلق يا دورية، سيكون مدهشا جدا إذا لم نتوصل نحن جميعا إلى العثور على قريتك، فالرجال الذين لا يتوهون فوق الماء لا يتوهون كذلك في الغابة. ومرة أخرى طرح العجوز شبكته وسحبها بعدة أسماك، فقال له دورية: كم هذا عمل سهل يا أبا صابر، أود أن أجرب ذلك، لا شك أن هذا أقل صعوبة من جمع الحطب في الغابة. انفجر أبو صابر والبحارون ضاحكين من كلام دورية، وأعطى أبو صابر الشبكة لدورية، وأنهم مقتنعين بأنه سيقوم بتعقيد الشبكة عند أول حركة، غير أن دورية أمسك بشبكة الصيد وقام بتدويرها وطرحها بعيدا جدا. مستحيل أن تفعل ذلك، قال أبو صابر، لم أرى مطلقا شيئا كهذا. فتوجه إلى دورية وقال له: وأنت تقسم بأنك لم تكن صياد سمك بتاتا؟ أقسم دورية مرة أخرى وبصوت عال أنه كان يرى البحر للمرة الأولى عندما قابله أبو صابر، غير أن هذا لم يكن آخر ما أدهش صيادي السمك. فبمجرد أن خرجت الشبكة من الماء رأوا أنها لم تكن تحتوي على أسماك، بل في داخلها تاج من الذهب المنقوش، حيث كانت ترصعه سبع حبات من الجواهر ذات قطع غير مألوفة ونفس القدر من اللآلئ الخالصة. وليس هناك ما يدهش إطلاقا في أن الفتى أخذ التاج ووضعه على رأسه وشعره يتلألأ في أشعة الشمس. وعندئذ وفي دفعة واحدة انحنى جميع الصيادين للفتى وأعلنوا بصوت واحد: أنت ملكنا، أنت ملك هذه البلاد، البر والغابة مملكتك، أنت الملك الذي ينتظره شعبنا منذ زمن طويل جدا. وعادت المراكب في التو واللحظة إلى الشاطئ، وقد توجهوا إلى حكيم القرية. وما إن رأى دورية مع التاج والناس تصرخ وتنادي بأعلى صوتها، وقد اصطفت على الجانبين، ودورية يمشي بكل ثقة إلى الحكيم، والحكيم يلوح له بيده. عندها تذكر دورية هذا المشهد وقال في نفسه: إنه الحلم ولا شك. وعندما وصل إلى الحكيم
قال له الحكيم: يحيى الملك، أنت منذ اليوم ملكنا، وسنخبر المدينة المجاورة والحكماء في القصر الذين يحكمون البلاد. فذهب الرسل إلى المدينة يحملون نبأ الملك الجديد، بعضهم على الخيل وبعضهم في المراكب وبعضهم عن طريق حراس الغابات. وتم تنظيم احتفالات عظيمة على الشاطئ بين زبد الأمواج وأوراق الأشجار الأولى. ووسط حشد لا يعد ولا يحصى التقى دورية بأهله وبأهل قريته الذين أسرعوا إليه منذ إعلان هذا النبأ، وقد ظنوا أنه مات في الغابة بعد أن بحثوا عنه كثيرا عند اختفائه. ولم يصدق الإخوة والوالدان ذلك، حيث حضنوه بشدة وقبلوه، والدموع تنهمر من عيون الجميع لهول اللقاء بعد الغياب. أجرى حكماء القصر والمستشارون تتويج دورية ملكا عليهم. وعندها وقف أبو صابر وحكى لهم عن دورية وكيف وصل إلى الشاطئ وكيف أخرج التاج من قاع البحر، ثم قال على مسامع الناس جميعا: لقد سمعتم جميعا من قبل عن ملكنا السابق الذي لم نره نحن، ولكن رأوه الأجداد. وفي عشية موته، حيث إنه لم يكن له وريث، جاء ليطلب من جدي أن يصطحبه إلى عرض البحر بمركبه، وهناك ألقى الملك بالتاج في الماء وقال لجدي: إن الذي سوف يخرج التاج من قاع البحر سيأخذ مكانه على رأس المملكة. وبقينا قرونا من الزمن دون ملك، ولكن صار لدينا اليوم ملك. ثم إنني أشهد أن هذا ملك عظيم، وسيم ذكي وشجاع، وسوف يعرف كيف يحكم شعب البحر تماما مثل شعب الغابات. وقد ضاعت الكلمات التي تلت ذلك بين هتافات الشعب الذي كان حاضرا وقد غمرته الفرحة بقوله: يحيى الملك، يحيى الملك. وحكم دورية الصغير المملكة، وكان ملكا على البحر والغابات. وقد كان حكماء المدينة يرافقونه والمستشارون يساعدونه حتى يقوى عوده ويصبح شابا حكيما يعتمد على نفسه في كل قرارات الحكم. وعاشت الرعية في عهد دورية بسعادة وهناء، متمنين له طول البقاء. انتهت الحكاية.